هلا والله فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. كالعادة عندنا لكم اليوم قصتين مرعبتين. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة عشان تشوفون اشياء رهيبة مثل كذا. وقبل ما نبدأ، اللي يخاف لا يكمل الفيديو. والحين خلونا نبدأ. أول قصة معانا بعنوان غرفة الفندق. رجل أعمال قرر إنه يروح الفندق بعد رحلة عمل طويلة. وبعد ما راح الاستقبال وحجز غرفة، البنت في الاستقبال عطته مفتاح الغرفة وقالت له في طريقك للغرفة راح تشوف غرفة ما فيها أي رقم ومقفلة وما في أي أحد مسموح إنه يدخل. أقنعته إنها غرفة تخزين خاصة وما فيها أي شخص يقدر يدخلها، وكررت عليه الكلام كثير قبل ما تسمح له إنه يصعد الغرفة. سمع كلامها الرجل وراح لغرفته مباشرة بدون ما يعطي أي بال لغرفة التخزين. لكن بسبب إصرار البنت إنه ما يدخل الغرفة ويقرب منها، جاله فضول وحب يشوف إيش موجود داخل الغرفة. وفي الليلة الثانية قرر إنه ينزل ويشوف إيش موجود في الغرفة. وفعلاً الباب كان مقفل، لأن الفندق بناء قديم، أكيد الباب بيكون من النوع القديم. فقرر إنه يأخذ نظرة من خلال فتحة المفتاح. وأول شيء حس فيه هواء بارد أعطاه قشعريرة. واللي شافه ما كان مخزن ولا كان فيه أغراض، اللي شافه كان سرير مثل السريرة، وفي زاوية الغرفة كان في بنت بشرتها شاحبة بشكل غير طبيعي، ورأسها منحني على الجدار بشكل معاكس الباب. احتار في البداية مين هذه البنت؟ هل هي مشهورة ولا هي بنت صاحب الفندق؟ كان على وشك أن يطرق الباب، لكن قرر ما يسويها. وفجأة التفتت البنت بشكل حاد وسريع وخلتها يتراجع بسرعة من الخوف. كان يخاف انها تظن انه يتجسس عليها، عشان كذا رجع لغرفته. وفي اليوم الثاني قرر انه ياخذ نظرة من فتحة المفتاح. بس هالمرة كل اللي شافه كان لون احمر، ما قدر يشوف اي شيء ثاني غير اللون الاحمر. جاء في باله ان البنت عرفت انه في شخص يتجسس عليها، عشان كذا غطت مكان الفتحة بقماش احمر او شيء زي كذا. وبعدها حس بالاحراج لانه اعطى شعور بعدم ارتياح للبنت بسبب تصرفه، وتمنى انها ما تشتكي عند الاستقبال بتصرفاته. ولما جاي يطلع من الفندق راح عند الاستقبال عساس يسوي تشيك اوت. وطبعا البنت سالته هل نظرت من خلال فتحه المفتاح؟ وهنا الرجل جاه تانيب الضمير وقرر انه يقول الحقيقه، وقالها ايه طليت من الفتحه لكن من غير قصد، لانه جاني فضول كبير من الكلام اللي قلت لي. بعدين البنت هنا طالعته وقالت له طيب خليني اقول لك ايش اللي صار في هذه الغرفه عساس كنت انت صادق معي. قبل مده طويله رجل قتل زوجته في هذه الغرفة، ومن هذاك الوقت إلى الآن أي شخص يسكن في هذه الغرفة يكون غير مرتاح أبدا. والأشخاص هذولي اللي كانوا موجودين كانت هيئتهم ما هي طبيعية أبدا، كل شيء فيهم أبيض، جلدهم أبيض، الشعر أبيض، كل شيء شاحب بشكل ما تتصوره. لكن كان في نقطة جدا مهمة، وهي اللي فعلا تبين لهم أنه ما كانوا بشر، وهي أن عيونهم كان لونها أحمر. قصتنا الثانية بعنوان الرجل الأعمى. في برلين بعد الحرب العالمية الثانية كان الوضع جدا صعب، ما كان في أموال أو أكل، والفقر كان شديد جدا. في ذيك الفترة كان في قصة عن بنت كانوا يتكلمون عنها الناس، يقولون إنها شافت واحد أعمى يحاول إنه يدخل بين زحمة ويوصل لها عشان يتكلم معاها. ولما وصل طلب منها إنها تسوي له خدمة، إنها توصل رسالة إلى العنوان المطلوب، والعنوان كان على طريقها إلى البيت. عشان كذا وافقت البنت واخذت الرسالة ومشت البنت. وقبل لا تبتعد عن الزحمة التفت عشان تشوف إذا الرجل الأعمى يحتاج شيء ثاني. شافته يركض بين الزحمة بدون نظاراته وبدون حتى العصا. هنا بدت تشك البنت في الموضوع وراحت للشرطة وحاولوا إنهم يدورون على هذا الرجل، لكن بدون أي فائدة. وقرروا إنهم يزورون العنوان الموجود في الرسالة. لما راحوا للعنوان اكتشفوا شيء بشع جدا، ثلاث جزارين كانوا يجمعون ويقطعون لحوم بشرية. والشرطة لقت أجزاء كثيرة من أجساد بشرية في كل ركن من البيت، والكثير من المفقودين اللي كانوا موجودين، وتعرفوا على كثير من الرؤوس الموجودة، وأكثرهم كانوا مفقودين من زمان. كل هذه الجثث واللحوم البشرية
يبيعونها الجزارين للفقراء والمحتاجين في فترة ما بعد الحرب. بعد هذه الصدمة قررت الشرطة أنها تفتح رسالة وتقرأ المكتوب فيها، واللي كان مكتوب فيها: هذه آخر إنسانة أرسلها لك اليوم. وهذه كانت قصتين المرعبة، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسون تكتبوا تحت في التعليقات كيف خفتوا وش حسيتوا فيه، وأيضا لا تنسون الاشتراك بالقناة وزر اللايك. لا أنتم كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم عافية المتابعة، مع السلامة.